قال هل يشرع رفع اليد عند التكبير على صلاة الجنازة؟ هذا سؤال جيد، هل يشرع أو لا؟ أنا أعتقد وأعمل به أنني أرفع يدي عند تكبيرة الإحرام فقط، وأما عند التكبيرة الثاني والثالث والرابعة فأرى الناس يرفعوا أيديهم، ولكن لا أدري. أنا الذي بحثت عنه ووجدته في كتب الحديث أنه حديث ضعيف مرفوع إلى النبي، لكن الضعيف ولا من فعل عمر، أما حديث صحيح مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أجد. فمن كان منكم من الشباب المطالع الباحث يستطيع أن يجد حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه عند التكبيرات الأربع، فليتفضل ويفيدنا به ويرفع يديه أيضا، وإلا فأنا لم أجده إلى الآن. ها؟ ما قال؟ ماذا؟ تكبيرة الإحرام لا فرق في صلاة العيدين، في صلاة الجنازة، في صلاة في كل شيء. نتكلم عن التكبيرات اللي بابش في يد. احنا في الرفع، في الرفع، الرفع الاصل عدم. ومن ادعى انه ياتي لنا بتكبير برفع الثاني والثالث والرابعه فلياتي بالدليل. احنا نعمل بالحديث الصحيح الوارد عند تكبيره الاحرام فقط.